الله يبارك لك. قول الو. الو. انا يا بابا. ايوه بابا. ايوه بابا. دي حنين. يا والله. ايوه بابا. ما عرفتكش عن كده. سبحانه. سبحانه يلا. ما في ملك وجميله. ايه؟ ما في ملك وجميله. ما انت ابوهم اكيد عارف ده حنين. طب والله بتلخبط بين اصواتهم في التليفون وهما بيكلموني. ملك وحنين. خد الاسئله دي. يا حنين. القلب برضه عارف السلوك داخله ببعضها في الاول. يا حنين. حضرتكوا طيبين. وانت طيبه يا قلب بابا بس. قلب كل سنه وانت طيبه يا حنين. انت واخواتك ملك وجميله وماما كل عام وانتم بخير وعيد مبارك عليكم يا حبيبتي. وحضرتك طيب يا عم محمد. شكرا يا حنين. بابا بقى هيسالك شويه اسئله انما من اصعب الاسئله اللي ممكن يسالها في حياته لاي حد. اتفضل يا سيدي. هسال من بعد التكمله من ولا بعد ولا بعد من الاول؟ بعد سؤال زكاه الفطر. ماشي. ها صعب اللي جاي صعب قوي. يا حنين. ها. نعم. هل ينفع نصوم يوم العيد ولا لا؟ لا. شاطره تألق عظيم. انت مش مصدق ده انا صمت. انت بيقول لك ده انا صمت. لا طبعا حرام صيام يوم العيد طبعا. طبعا. يلا اللي بعده يا حنين. ها. نعم. امتى بتكون خطبه صلاه عيد الفطر؟ الخطبه بتاع الشيخ وقف وقعد يخطب فينا كانت امتى؟ قبل الصلاه ولا بعد الصلاه؟ لا بعد الصلاه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. لا لا البنات لا يا يونس بناتنا اتغيروا. شكرا شكرا. في سؤال تاني ولا خلاص كده؟ خلاص بقى كده نقعد نسولف. سؤال؟ نقعد نسولف. كان فاضل سؤال واحد بس. صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم الله كانوا بيهنئوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيهنئوا بعض بيقولوا لبعض ايه؟ مش سامع يا بابا. الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى احنا دلوقتي لما بنيجي نهني بعض بنقول لبعض ايه؟ بعد ما نخلص رمضان وندخل يوم العيد. تقبل ايه؟ تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. الله الله مش معقوله يا جماعه. سيد رياض مش معقوله. يفوز سيد رياض وبسيم بجائزه الكعكه الذهبيه. كل التوفيق ليكم بجد يعني. يونس. ابيض يعني بلون الجلاليب. خلاص بقى يعني احنا مش غرب يا جماعه. رشينا عليهم جلاليب. خلي بالكوا ده عهده للعيد اللي جاي. ده؟ امال ايه؟ خد بالك ما تاكلش يا باشا عشان يتخصم واحده ب 100.